السلام عليكم، مرحبا بكم. حكيمة بنت العاصمة معكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انايا حبيت يعني انا حين نحضر يعني في داري شوفلور صوص بلوش مرقه بيضه بالدجاج. انا حنحضره بليكويس ويجي واحد البنه ما تصوروش كيفاش. وهاد الشوفلور راه حاضر في الشتاء، على بالكم الخضره كاع في الشتاء تجي يعني طريه. ها حنا رانا حين يعني نوجدو ونوريكم يعني المقادير. رانا حين ندخل لهم في هاد الشوفلور مرقة بيضة اون صوص، وهاد الشوفلور يعني راني حنوريكم طريقتي كاع كيفاش راني حنحضرو. انا هنا عندي حبة بصلة كبيرة كيما راكو تشوفو، وعندي يعني شوية حميصة يعني لازم تكون حاضرة. وبالنسبة للتوابل عندنا غير كمية غير صغيرة تاع الكمون، بننولو بالكمون وفلفل الكحل والقرفة والملح. وبالنسبة للزيت انا حين نستعملو 3 مغارف كبار، ما نكتروش الزيت. علاش؟ على خاطر حنا هاد الشوفلور انا حين نقلوه لازم له يعني نقصوا شويه من الزيت، وفي الاخير يعني نسحقوا باش كي نكونوا يعني نقلوا فيه. انا نسحق 2 حبات بيض يعني نديرهم اونتي بالصفار والبيض تاعها، وندير لها شويه كريمه يعني باش تزيد تبنني، ونزيدوا لها شويه فرينه والمعدنوس والقارص. دوك نبداو على بركه الله. نبداو على بركة الله. أول شي نسبقها الزيت، قلت لكم 3 مغارف تاع الزيت، ونحطو هادوك ليكويس. أنا ليكويس يعني نحيت لهم الجلدات تاعهم. علاش نحيت لهم؟ دوك نقول لكم، خاطش حاجة كي نقلوها ما حبيتش نخلي الجلدات تاع ليكويس تطلق بزاف دهونات يعني، والناس يعني دوكا نقصوا شوية على الصحة تاعنا. فضلت يعني نحيهم كيما راكو تشوفو، نخليهم نحتفظ بهم بهذا الشكل، وندير هاد يعني لي دو كويس تاعي يتجمرو ونعاودو منو ان شاء الله. وانا الشوفلوغ تاعي كيما راكو تشوفو هكذا راهو كاع بالورق تاعو. نحو نقيه ونحيلو هاد لي بوان ماغون لي كولو يعني لازم نكرطو شويه، ونقطعو وندير شويه ما وما نغليش يعني حتى يطيح كاع. وبالنسبة كاين ناس يحبوا يديروا يعني كل واحد كان يدير القارص، انا نفضل ندير الخل هذاك الاحمر بغرفة، ومين داك ما نديرش الخل ندير لاميت بان يعني الفتاتة تاع الخبز. ما يخفاكمش يعني نقول لكم الشوفلوغ عنده رائحة، وكاين ناس ما يحبوش الريحة تاع الشوفلوغ. يعني انايا نفضل ندير له شوية خل ونديره في الماء والملح ونخلو الشوفلوغ تاعنا يغلي. شوفو حنا رانا الدجاج تاعنا يعني انا نتمرو فيه غير على نار قليله. نديرو هداك البصل، نزيدو ندخلو البصل، ما نديرو والو غير البصل، نزيدو نخلو يعني البصل تاعنا يزيدو يتشمر مليح مع داك الدجاج وغير على نار قليله. شوفو يعني حنايا يعني الدجاج تاعنا ويتشمر، ماناش راحين نديرو كاع الما يعني، نديرو له شويه ملح خاطر حنا درنا الملح في الشوفلور، ونديرو هذاك في الكحل والكمون، ونديرو هذيك القرفه يعني ما نكثروش الملح، نخافو يجينا مالح يعني ديما الملح ديما نقصو. خاطر انا ما يخفالكمش انا راني ديجا راني الملح راني درت ديجا الملح تاعي ملحت الشوفلور. نحركو مليح بسم الله، ندخلو يعني كاع دوك لي زيكريس مع داك البصل ونخلوه ديما يتجمر. كيما راكو تشوفو انا ديما يعني راني يعني نتجمر في الطبق تاعي، ندير الحميصة يعني كمية تاع الحميصة غير شوية، ونخلوها كلش نخلوه يتجمر غير على نار قليلة. انا ما يكتبش عليكم نحب الماكلة ديما نجمرها. راكو تشوفو حنا هنا يعني الدجاج تاعنا، شوفو كيفاش هذاك البصل تجمر كلش وما من الدجاج. دوك انا واش ندير؟ هاني درت هاد يعني هاد البول تاع ما سخون، ما يلزمش نديرو هاد الشوفلوغ تاعنا فيه بزاف الماء يعني، ونقصولو غير النار هاديه. والدجاج ما يخفاكمش يعني يطيب تم تم، ما يطولش في الطياب، نخلو الدجاج يطيب على نار قليله ونكملو يعني حتى نكملو يعني نورو لكم طريقه في الاخير كيفاش راني حندير هاد لي بوكي تاع الشوفلوغ. والشوفلوغ تاعي يعني بعد ما غليتو هذاك الراس ويعني قطرتو ونزيها كيما راكو تشوفو لافابور كاع راهي طالعه، يعني انا مانيش حاد دوك نبدا نقلي فيه. دوك كيفاش ندير انا؟ خليه يرتاح باش يشرب يعني ينشف شويه من هذاك الماء. يعني حبيت نوري لكم يعني الشوفلوغ يعني كي بعد ما غليناه لازم يخلوه شاد روحو كيما راكو تشوفو.
راح نبداو نوجدو معاكم العقده باش نبداو نقلو الشوفلوغ تاعنا. اول شيء نبداو بسم الله تاكدوا على البيض تاعنا لي مليح. يعني نخبطو مليح هذوك زوج حبات بيض. انا نفضل الملح ما ندير لهمش، علاه ما ندير لهمش؟ درت في الشوفلوغ ودرت في لاصوص يعني باش ما يجيناش، يعني هاد الشوفلوغ يجينا بزاف كيما نقولوا مالح. نفضل ما نديرش كاع البيض. علاش ما نديرش؟ انا راني حديجه ندير هنا مغرفة يعني تاع لا كريم دوك ناعيني، هي ميزاني قسم مغرفة تاع ماكله هكذا، ما نزيدوش ما نكثروش. ندخلوا هذيك الكريمه نخبطوها مليح. نزيدو رشه بسم الله يعني تاع معدنوس، وما نديرو لي فلفل الكحل لي والو. علاش؟ انا في الطبق تاعي يعني في لاصوص درت فلفل الكحل بركات، يعني نفضل هاد لاصوص يعني تاع الكريمه خليها كيما راكو تشوفو باش نبداو يعني نقلو في الشوفلوغ تاعنا. وانا هنا يعني هذا هو يعني المرقه اللي نسحقها في الشوفلوغ تاعي. انا هنا الدجاج تاعي حنحيه طاب باش قدكم نبداو نوجدو يعني باش نقلو الشوفلوغ تاعنا. انا درنا الزيت تاعنا راهي تسخن كيما راكو تشوفو، وانا هنا واش ندير؟ الشوفلوغ تاعنا راهو كاع نشف بالماء. انا ناخذ شويه يعني الفارينه، انا نحب ندير هاد العمليه ما نديرش الفارينه، ما نتقلوش، ما نحبش نتقلو يعني في ندير الفارينه، نحب ندير ديما يعني هاد العمليه كيما راكو تشوفو، يعني نغطسو هكذا نعومو ونديرو ديما هكذا يعني الفارينه، يعني كي نديرها هكذا ونقول لكم يعني تشرب لنا كاع ما يخفالكمش، يعني الشوفلوغ فيه الماء ما مقدر بزاف بصح نتاكدوا يعني نعوموا عليه كيما راكو تشوفوا. نزيدو نديرو انا هنا يعني نقلي بثلاثه بالربعه كيما راكو تشوفوا. ويعني ما نحطوش في المقلاة حتى نعرفوا الزيت تاعنا يعني سخن. انا هنا شوفوا يعني نرفد هكذا بيدي نقطرو مليح، يعني نفضل نقطرو مليح مليح، ندني لاسيت تاعي كيما راكم تشوفوا نقطروه مليح باش نديروه ما خلوش هكاك يتسايل. بسم الله يعني ديما استعملوا يدينا في العمل هكذا نقطروه مليح. وما نقلبوش يعني حتى نتاكدوا يعني اللي تحمض لنا باش نقلبو الشوفلوغ تاعنا. شوفوا انا نقلب الشوفلوغ تاعي يعني نعطيلو هاد يعني هاد اللون بني فونسي يعني حتى يتحمض لنا كاع كيما راكو تشوفوا. يعني هذا هو يعني اللون يعني حباتو في الشوفلوغ تاعنا. نقلبوه يعني من الاطراف كامل حتى نكملو يعني نقلو الشوفلوغ تاعنا بهاد اللون. يا كيفاش قليناه كيما راكو تشوفو يعني كملناه. دوك واش ندير؟ نحي هذاك الدجاج، انا نفضل نحي الدجاج تاعي كيما راكو تشوفو يعني نحو. واش ندير دوك؟ دوك هاد الشوفلوغ كيما راكو تشوفو نديرو غير بشويه، يعني ناخدو غير بشويه بسم الله نحبطوه يعني هاديك ميبا خمس دقايق نغمقو في المرقة. يعني نسيون غير بشويه، يعني خدا هاد الماء من هاد الاطراف الصغار يعني يعني نديروهم ما نحوهمش كيما راكو تشوفوا. ونديروا له هاد العمليه كيما راكو تشوفوا يعني غير خمس دقائق برك قسمة، يعني الشوفلوغ تاعنا كيما نقولوا يتشرب مع ديك المرقه. ونوريو لكم يعني الطبق تاع هاد الشوفلوغ مرقه لي بوكي تاع الشوفلوغ مرقه وصوص بيضاء حاضره معاكم ان شاء الله على طبق التقديم.
هاو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا كيما راكو تشوفوا المرقه كيفاش جاتني، يعني هاد لي بوكي تاع شوفلور مرافق بالدجاج، مرقه بيضاء خفيف خفيف بالبزاف. يعني ولا عجبتكم طريقتي كيفاش حضرته، يعني ان شاء الله تعجبكم طريقتي وان شاء الله تحضروا، يعني ننصحكم غير حضروا هاد الطبق تاع الشوفلور، يعني راهو في وقته ونرافقته تاني بشويه تاع المعدنوس. ما يخفالكمش المعدنوس لازم نديرو في الاخير، يعني يبنن لنا في الاطباق تاعنا. والقارص لازم يكون حاضر مع حاجه اللي تكون مقليه، ديما نسحقوا معها القارص. وان شاء الله يعجبكم هذا الطبق اللي حضرته اليوم معكم، ونقول لكم ان شاء الله ديما دعموني دعموني بالمشاركه باش نقدر نواصل معكم كاع الاطباق تاعي. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وفي امان الله.